السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم المهندس إسلام همام من أكاديمية ستيودنت جايد. إحنا النهاردة هنشرح تاني محاضرة في النولج بيز سيستمز، وده أحد كورسات كمبيوتر ساينس اللي بتدرس في جامعة المنوفية كلية الحاسبات والمعلومات. تعالوا مع بعض نشوف النهاردة هناخد النولج ريبريزنتيشنز، وهناخد ريبريزنتيشنز تكنيكس المختلفة الموجودة عندنا. فإحنا عندنا 5 تكنيكس، وهم البرودكشن رولز والسيمانتيك نتورك والسكيماتا اند فريمز واللوجيك. اللوجيك بينقسم لحاجتين، البريديكيت والبروبوزيشنال والانتولوجي. والانتولوجي هي افضلهم لو عشان لو جالنا سؤال في الامتحان. طيب احنا اول حاجه بيقول لك ايه الفرق ما بين الكونفنشنال بروجرامينج والنولج بيس سيستم. الكونفنشنال بنستخدم فيها داتا ستراكشر والالجوريزمز، وبنكون بعد كده البروجرام باي الاثنين دول يعني. اما في النولج بيز احنا بنستخدم النولج، وبنستخدم احد الريفرنس الانفيرنس تكنيكس، وبنطلع الاكسبرت سيستم. يعني الانفيرنس تكنيكس هو البديل عن الالجوريزمز اللي موجوده في البروجرامينج العاديه. اول حاجه البرودكشن رولز، ودي بتتمثل باكتر من طريقه، اشهرهم هي الاف زين، اف كونديشن زين اكشن. تمام، فممكن نقول على الكونديشن بريمس، والاكشن نقول عليه كونكلوجن، بس سهل يعني. المهم ان اف بيبقى بعدها كونديشن دايما. طب لو في اكتر من كونديشن بيأدوا لنفس الاكشن، خلاص هتقوم قايل الكونديشن الاولاني اند الكونديشن الثاني. زي مثلا الرول الاولانيه هنا بيقول لي اف ذا كار ويل نوت ستارت زين ذا بروبلم مي بي ان الكتريكال سيستم. طيب هنا مثلا في 2 بروبلمز او في 2 كونديشنز، هيقول لي الكونديشن الاولانيه اند، الاند هنا كي وورد، والكونديشن الثانيه وبعد كده زين الاكشن. لو في اكتر من اكشن ممكن تقول اكشن اند الاكشن التاني، وممكن تستخدم الاور برضو از ا كي وورد يعني. طيب هنا في الديسيشن تيبل، الديسيشن تيبل يعني اقرب الى السيستم اناليسيس منه الى النولج بيس سيستم. فانا كنت شرحه قبل كده بالتفصيل، هسيب لكم اللينك في الديسكريبشن او في البطاقات عشان تقدروا تعرفوه بالتفصيل. اما دلوقتي انا هقوله كده بشكل مبسط عشان نبقى عارفينه بس. اول حاجه هنا بيبقى في الكونديشنز، وهنا الاكشنز، وهنا الرولز اللي بتنطبق على الكونديشنز اللي جنبها هنا. فمثلا الكونديشن الاولاني بيوافق الرول 1 و2 و3 كله يس هنا، لكن ما بيوافقش الرابعه ولا الخامسه. اوكي خلاص، يبقى احنا هنا بناء على الكونديشنز هنا، يعني الرول ده حصل فيه كام كونديشن؟ 3 كونديشن. اذا الاكشن ده هو المناسب ليه. طيب في هنا يس او نو، يعني يا اما الكونديشن ده بيتنفذ او ما بيتنفذش. طيب الشرطه دي معناها ايه؟ معناها دونت كير، يعني مش هتفرق يس او نو، مش هتفرق الاكشن هو هنا ما دام اللي فوق كانوا بالشكل ده. وهنا مثلا ما دام الاولاني نو والاخيره يس، ايا كان اللي في النص ايه حالتهم مش هتفرق، الاكشن هيبقى هو ده اللي هو ده يعني اكسبت الاوردر. فهنا الاكشنز وهنا الكونديشن زي ما احنا قلنا. ولو انتوا عاوزين تتعمقوا في فهم الموضوع او ازاي تنشئه اصلا من البدايه، هسيب لكم الفيديو في الوصف. بعد كده السيمانتيك نتوركس. السيمانتيك نتوركس شكلها بيبقى عامل زي الدايركتد جراف يعني. هنا بيبقى فيه الاوبجكتس عندي زي الانيمال والمامل والفيرتبرا وغيره يعني. فهنا كل يعني سهم او ارو بيبقى عباره عن فانكشن. فهنا ما اقول لك الممل هاز فيرتبرا، اذا هنا العلاقه او الريليشن او الفانكشن هي ان هو هاز يمتلك. طيب هنا مثلا از ان انيمال، هنا الفانكشن او العلاقه او الريليشن ان هو يكون انيمال، يعني الممل طبعا بيكون انيمال، مع ان الثدييات مش دايما انيمال يعني، احنا ثدييات. فممكن يعني انا بتكلم على الجراف دي، لا الفيش مثلا از ان انيمال ليفز ان ووتر، فهنا دي اوبجكتس وهنا الاروز عباره عن دايركتد ريليشن بتوين الاوبجكتس. فتعالوا نشوف نقدر نطلع من الجراف اللي فاتت ديت حاجه اسمها او اي في، يعني اوبجكت اتريبيوت فاليو. يعني نيجي لكل اوبجكت نقول الاتريبيوتس اللي عنده هي ايه والفاليو بتاعتها ايه. فمثلا الابل الاتريبيوت هي الكالر، طب الكالر بقى الكالر بتاعه لونه ايه؟ ريد. الكوانتيتي 100 وغيره. يعني ممكن مثلا نقول الفيش التايب بتاعها انيمال. طيب الليفز ان ده اتريبيوت مثلا ليفنج، ونقول الفاليو بتاعته ووتر.
فاحنا ممكن نقدر ان احنا نمثل الاو اي في او نستنبطه من الجراف اللي فوقيها دي. فهنا مثلا بنقول الابل الكالر بتاعها ريد، الاتريبيوت هو الكالر والفاليو بتاعه الكالر هو الريد. هنا مثلا جرابز برضو فيها نفس الاتريبيوت، ممكن التايب سيدلس اللي هو يعني ما فيهاش بذور، مش كل انواع الجريبس برضو ما فيهاش بذور، بس يعني احنا بنتكلم على ان ينفع ان احنا نستخرج الـ OEV من الـ Semantic Network. بعد كده احنا عندنا حاجة اسمها Schemata and Frames. الفريمز هو احد انواع السكيماتا وهو اللي احنا هنبقى مركزين عليه دلوقتي، والفريم يعني اقرب ما يكون الى الكلاسز في البرمجة. فبتلاقي عندنا الكلاس في شوية attributes والvalues بتاعتها برضو، يعني هنا attribute number of pages, mini page, الفورمات texture, length of time to write, very long time وهكذا. فهنا هنا شوية attributes وهنا الvalues بتاعتها، ممكن نعمل inherit منه. ايوة ممكن عادي، لان انا بقولك هو اقرب ما يكون الى الكلاسز. فتعالوا نشوف مثلا زي هنا lecture دي فريم ودي شوية attributes عنده والvalues بتاعتها، وهنا في attribute اللي هو lecturer والفاليو بتاعتها رايحة على كلاس تاني او رايحة على فريم تاني. فان هنا يعني حاجة كده قريبة من الانهيرت او يعني بتشاور عليها، فده كشكل ينفع نمثله في الفريم برضو. وهنا برضو شكل قريب جدا من الانهيرتنس، وهو اننا يبقى عندنا ابارتمنت كونتين مثلا اكتر من روم، وكل روم بتنهيرت او بتروح للروم بتاعتها، ليفينج روم، باث روم، كيتشن، بيدروم، كل واحدة منهم فريم لوحدها منفصلة، وهم كلهم يعني جوه الابارتمنت او الشقة. فدي برضو تنفع شكل من اشكال الفريم اللي هي الانهيرتنس. بعد كده اللوجيك وبينقسم لحاجتين، قلنا البروبوزيشنال والبريديكيت. البريديكيت هو الاعم والبروبوزيشنال هو جزء منه. طيب تعالوا نشوف. طبعا احنا بنمثل اللوجيك بسيمبلز. اي سيمبلز بقى؟ احنا بنجيب الرولز ونشيل الرولز ونحط بدلها سيمبل، يعني هي اللي بتمثل هذه الرولز. واحنا بنستخدم عندنا الكونكتيفيتيز المشهوره جدا في اي لوجيك، وهو الاند اور امبلايز باي كونديشنال نوت وغيره، او دول هما الاشهر، او هما كلهم كده يعني تقريبا، مفيش حاجه تاني. في اكس اور، في شويه حاجات تانية بس يعني دول الاشهر. فعندنا مثلا البروبوزيشنال لوجيك، طبعا بنجيب اي رول بنشيل منها الكلام بتاعه وبنمثله بالسيمبل وبنحطه. فهنا مثلا if it's raining then carry an umbrella، then دايما بتتمثل بالامبلاي، فنقوم قايلين بامبلاي كيو. طيب احنا عندنا البريديكيت لوجيك، وده اعم واشمل واكثر يعني expressive، more expressive than البروبوزيشنال. والبروبوزيشنال يعتبر جزء منه او subset of it، يعني subset of. فاحنا عندنا الفرق هنا ما بين ال FOL وال Propositional هو يعني ال Quantifiers، دي احد اهم الفروقات يعني. فال Quantifiers بيبقى عندنا for all و there exist، وفي عندنا Variables برضو، دي فرق تاني. فاحنا عندنا اتنين فروقات ما بينهم وما بين ال Propositional Logic. ال Connectivities هي نفسها بتاعة ال Propositional. هنا مثلا في عندنا شويه ليميتيشن اوف البريديكيت لوجيك. احنا على فكره هناخد البريديكيت لوجيك في كذا محاضره بالتفصيل، فيعني احنا المحاضره دي بس بنعرضه بشكل عام كده مع الريبريزنتيشن تكنيكس. فهنا مثلا احد الليميتيشن هو ان احنا مثلا ما نقدرش نمثل، يعني هو الاكسبريسيف باور بتاعته مش قويه قوي، فاحنا ما نقدرش نمثل جمله زي دي most of the class got A's، جريد A يعني هو جايبين امتيازات. فهو احنا هنمثل most ازاي؟ احنا عندنا for all يعني كل الكلاس، او زير اكزيست اللي هو على الاقل واحد. طيب موست دي هنجيبها ازاي؟ مش هنعرف نجيبها. فدي احد الليميتيشن، وده سؤال مهم بيجي في الامتحان كتير يعني. وبرده احد الفروقات التانية وهو ان الحاجات اللي فيها احتماليه انها تحصل مش مؤكده، زي مثلا نقول ان الدنيا بكره هتمطر، فممكن بكره تمطر يعني ده احتمال اهو. طب انا امثله ازاي بالبريديكيت؟ مش هعرف. ممكن امثله بالفازي لوجيك، بس احنا مش هندرس الفازي لوجيك في الكورس بتاعنا ده كله، لكن احنا بنقول يعني ان هو ممكن يتمثل بالفازل. الانتولوجي هو اخر ريبريزنتيشن تكنيك، وهو اهمهم واشهرهم واكثرهم استخداما، وفي يعني عندنا في تول مخصوصه لتمثيل الانتولوجي وهي البروتيجي. بروتيجي ده برنامج ممكن تمثل بيه الانتولوجي، وده معمول باي ستانفورد ميديكال انفورماتكس، يعني دي كليه في ستانفورد، جامعه ستانفورد.
هي اللي عاملة أو بتطور التطبيق ده. طبعا ده شكل الأنتولوجي عندنا، بيبقى برضو شوية حاجات عبارة مثلا ممكن تقول برضو فيها انهيرتنس، هيت بيبقى شوية أشكال وما بينها توصيلات. فإحنا عندنا مثلا البيرسون هو سينج في البداية، والميل هو عبارة عن بيرسون اللي هو أصلا سينج، والأنكل والبرازر والفازر دول كلهم يعتبروا ميل، والفازر برضو ميل، السيستر تعتبر سيبلينج أو في البرازر أهي، البرازر سيبلينج والسيستر سيبلينج، والسيبلينج نفسه يعتبر بيرسون. ده شكل الأنتولوجي نقدر نمثله بالشكل ده، وممكن نعمله على البروتيجي برضو. طبعا البروتيجي الأنتولوجي هو أحد أهم الريبريزنتيشن تكنيك، وهو أكثرهم يعني اكسبريسيف، الاكسبريسيف باور بتاعته عالية جدا وبيستخدم بشكل واسع ومنتشر. احنا كده خلصنا المحاضرة التانية، ما تنسوش ان انتوا تعملوا جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك، اللي هيتم فيه مراجعات او اللي هيتم فيه الاستفسارات بتاعتكم الاجابة عليها، او هيبقى فيه يعني متابعة للمواد البرمجية اللي احنا هنشرحها بعد كده. احنا ممكن نشرح اندرويد وكده ان شاء الله، فيبقى فيه المتابعة بتاع الناس اللي عايزة تشتغل معانا. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. شكرا لكم، أرجو أن أكون أفدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.